أهلي، إيه يا كاش، كيفك؟ شو أخبارك أخي؟ شو عندك حفلة؟ لا قاعد، ما في شي. إيه قلي، شبك خير؟ شو في؟ شو شبك؟ شو هالرد البارد بعد كل هالوقت هاد؟ أنت مني؟ إيه، أنا منيح. قلي في شي؟ إيه طبعاً في شي أخي، شو نسيت؟ يا زلمة رح اتزوج بعد 3 أيام. عملت ترتيباتك؟ حجزت تيكت الطيارة؟ لا أكيد ما نسيت، لكني رح أحجز ورح كون عندك على الوقت كمان. خبرني شو عم بيصير معك، قول أنت منيح؟ إيه طمن، أنا ما فيني شي. بس بدي أسألك سؤال، راشي جاي؟ إيه ليك، أنا بعثت لها الدعوة وبتمنى من كل قلبي إنها تجي. هلأ ظبط أمورك وحجوز وتعال على قوى بأسرع وقت، ماشي؟ إيه ماشي، يلا سلام. تمام، سلام. شو؟ شو يعني؟ انت شايفة انه تركيز شيكار عم يتشتت شوي؟ صح؟ على اساس كان متأكد انه رح يصير مصور معروف، ما؟ ايه، بس تعرفي شغلة؟ هو ما غلط، بقصد كلنا احيانا بنكون كتير متحمسين. ايه بصراحة متحمسين من باب انه رح نعيش بعيد عن اهلنا ونكون لحالنا، رح نكون مستقلين، وانه هيك رح نحقق احلامنا ونعيش الحياة كاملة، وبالاخير ما حدا بيتدخل فينا. نو مزبوط، بالبداية كل شي حكيته بيكون حلو كتير، مثل الحلم وحلم اي شخص فينا بعيش هاي الحياة. بس لما يصحى على حاله بيفكر انه هالشي غلط. يعني بشكل اساسي بالحياة نحن مندور على السعادة بالشغلات الكبيرة، وطبعاً نحن مننسى الشغلات الصغيرة اللي هي ممكن تعطينا السعادة. بالضبط، ايه، وهادي اللي كان عم يصير مع شيكار نفس الموقف. بقصد انه شيكار يلي اعتبر مشاعر راشي مشاعر كتير عادية وبتصير مع اي بنت. ايه اليوم اكتشف قديش هو كان غلطان، وكلنا لاحظنا الشي اللي كان مفتقده من مومباي كل هاي السنين، شي واحد وهو الحب يلي بقلب راشي ورفقتها. عن جد؟ انتو الشباب ما فيكن عقل. ايه شبك؟ يعني ليفهم شغلة صغيرة مثل هاي شيكار ضيع من عمره 2. ايه مزبوط، ليكي الخبرة دائما بتخلي الانسان حكيم، ماشي؟ شكرا. أهلين أكاش، كيفك؟ طمني عنك، اشتقت لك كتير. وأنا اشتقت لك كمان. طالع كتير أنيق، ألف مبروك. شكراً لإلك. ليك بعرفك بريان خطيبتي. أهلين، انبسطت فيكي. بس بدي أسألك سؤال واحد، أنت شو حبيتي فيه؟ قصدي هو كان أكثر ولد ممل بالجامعة. خلص شباك، عشان ما تقولي بعدين أني أنا ما خبرتك. ها ناوي نفضح حالنا اليوم يعني؟ لا تزعل. هو ليك شوف مين إجا، تعالي يلا.